شيخنا، لو تكلمنا هنا عن أعمال الحاج في هذا اليوم الطيب المبارك يوم عرفة. يوم عرفة فيه أعمال للحاج ولغير الحاج. أما عن الحاج فأهم عمل يقوم به الحاج الوقوف. الوقوف بعرفة وهو عبادة. الله. فوقوفه تلك الفترة ومكثه في عرفات هذا عبادة في المدة المشروعة. الله. وهو في هذا الوقوف يدعو الله سبحانه وتعالى ويستغفر ويتوب إليه، وهو في عبادة حتى ينتهي وقت الوقوف. فالوقوف في عرفة هذا عمل من أعمال الحاج. كذلك من أعمال الحاج في يوم عرفة أنه يكثر من الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. الله. وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله. فعلى الحاج أن يستغل هذا اليوم في كثرة الدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة والذكر والتكبير أيضا والتلبية. الحاج في هذا اليوم يكثر من التلبية. الله. من تلبية الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله. فيكثر الحاج من التلبية. كذلك الحاج في هذا اليوم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا. الله. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الله. وأيضا يستمع لخطبة عرفة، فخطبة عرفة ينصت إليها الحاج لما فيها من الأحكام والتوجيهات الإيمانية التي يستفيد منها الحاج، فيجعل من وقته وقتا يستمع فيه إلى خطبة عرفة. أيضا ينبغي الحاج أن يستثمر هذا الوقت ولا ينشغل بأمور الدنيا، لأن الشيطان والعياذ بالله قد يصرف ابن آدم عن عمل الخير. ينبغي الحاج أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيطان ما روي أحقر ولا أدخل منه من يوم عرفة. لأنه يرى كثرة تنزل الرحمات على عباد الله. فعلى الحاج أن يستثمر هذا الوقت في الدعاء والذكر والاستغفار والتوبة والإنابة وقراءة القرآن، من أفضل الأعمال في يوم عرفة. الله. كذلك الحاج إذا أراد أن يدفع من عرفة إلى المزدلفة عليه بالسكينة والوقار. الله. كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لأصحابه السكينة السكينة. وليعلم الحاج أنه في هذه الفترة الإيمانية أنه بين يدي الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، أن الله جل وعلا مطلع عليه، فليجد ويجتهد في أعمال الخير، لأن هذه الفرصة قد لا تعوض بثمن. قد لا تتكرر بزمن ولا تقدر بثمن. لا تعوض بزمن ولا تقدر بثمن، وربما لا تتكرر كذلك. ونعم، وإذا فات فقد لا يدرك الإنسان مرة أخرى. صحيح. ومعلوم أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. فلهذا نوصي إخواني باستثمار الوقت في يوم عرفة. أما غير الحاج فمن عمله الصيام. الصيام في يوم عرفة، فالصيام سنة لغير الحاج. جميل. أما الحاج فيكره له صيام يوم عرفة لأنه يتقوى بالفطر على أداء المناسك. فلا يصوم الحاج يوم عرفة. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر. الرسول عليه الصلاة والسلام أفطر في يوم عرفة، والناس يقتدون ويقول خذوا عني مناسككم. فغير الحاج يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام عرفة قال أحتسب على الله أن يكثر سنتي قبله والسنة التي بعده. الله. وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى الصيام. الله. فقد جاء في بعض السنن ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بينه وبين خطاياه. الله. فهذا إذا كان يوم في سبيل الله، فما بالك إذا كان يوم عرفة. إلا باعد الله عنه عن النار 70 خريفا. 70 خريفا. أو كما قال الرسول. فما بالك إذا كان هذا اليوم. الله. يوم عرفة. هذا لا شك أنه مزية فضل. أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر من الذين وعدهم مغفرة وأجرا عظيما الصائمين والصائمات. الله. فهذا يدل على فضل الصيام في كل وقت وفي كل حين، لا سيما في الأيام الفاضلة كيوم عرفة. نعم.